مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. بدأ الأسبوع بالتداولات الآسيوية في وضع نشط أكثر من العادة. ارتفع الدولار الأمريكي والنفط الخام مع تعرض الدولار النيوزيلندي والين الياباني للبيع نوعا ما. يبدو بأن زوج اليورو والدولار الأمريكي تصاعديا جدا واخترق فوق المستوى الرئيسي عند 1.1250 وما يزال هناك حتى الآن. اليورو هو العملة الأقوى من بين جميع العملات الرئيسية على المدى الطويل. يستمر زوج الدولار الأمريكي والين الياباني بالنمط التنازلي الضعيف خلال الأيام الأخيرة، ولكن يبدو بأنه سجل تحول تصاعدي الآن حول المستوى 110.40. يبدو بأن زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي غير متأثر بهجمات لندن الإرهابية، ويقوم الآن بالتدعيم بين المستوى 1.2830 و 1.2910 في انتظار الانتخابات العامة يوم الخميس. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.